8 مارس اليوم العالمي للمرأة، وهنحاول نحتفل مع حضراتكم خلال حلقة صباح الخير يا مصر النهاردة بقصص ونماذج ملهمة جدا لستات مصريات جدعان جدا، وستات يعني قدموا نجاحات كبيرة في مجالات مختلفة وقصص فعلا ملهمة. هنبدأ مع السيدة سميرة محمد اللي قعدت على مدار 40 سنة بتشتغل في مهنة صعبة جدا، مهنة لحام البلاستيك وإعادة تأهيل اللحام عشان تقدر تصرف وتربي ولادها 7 من الأبناء. رغم تقدمها في السن إلا أنها مستمرة حتى اللحظة دي في نفس المهنة الصعبة والشاقة، مهنة لحام البلاستيك بمحافظة المنوفية. دلوقتي معنا على التليفون السيدة سميرة محمد. صباح الخير والورد والفل عليكي ست سميرة. سميرة عبد النبي، سميرة عبد النبي محمد. أهلا يا ست سميرة، صباح الفل عليك ست سميرة عبد النبي محمد. صباح العسل يا حبيبتي، صباح العسل، صباح الوردة على عيونك. شغلانة لحام البلاستيك دي حاجة مش سهلة خالص، ومش متعودين إن نلاقي فيها ستات بتشتغل. عملتي القصة دي إزاي واحكي لنا كده؟ إيدنا بتتلسع نوبة وبنعالجها والدنيا ماشية الحمد لله. ربنا يحفظك أنت وإيدك، بعد الشر عليكي، بس اتعودتي بقى وبقيتي عارفة تعملي إيه علشان ما تتلسعيش. بخلي الحاجة 100 100. أحسن من 100 100 كمان. بقالك 40 سنة يا ست سميرة؟ بقالي 42 سنة. اللهم صل على النبي. طيب قولي لي بقى، في ال 42 سنة دي أكيد كنت حد تعرفيه الأول بيشتغل وبعدين ابتديتي تشتغلي معاه؟ لا، هو ابو العيال اللي كان شغال الشغلانه دي وانا بشتغل معاه. ايوه. لما مات برضه انا تميت المسيره. والناس ما كانتش تخاف تجيلك؟ وعندي ولدين شغالين في نفس الشغلانه. ما شاء الله ما شاء الله. طيب حاجة محمد، يعني عايزين نصبح عليكي مرة تانية ونشد على ايدك كده، ما شاء الله عليكي وربنا يديك يا رب الصحة. ربنا يبارك لك. عايزين بقى نعرف منك تفاصيل أكتر، يعني المهنة دي ازاي بقى الناس اللي حواليكي بيشوفوها وانت بتشتغلي كل يوم في لحام البلاستيك اللي هي من المهنة الشاقة والصعبة جدا. صعبة والله يا اخويا. احكي لنا كده. والدخان، بس كفايه الدخان اللي بيخش صدري وانا بلحم. لا ربنا يديك الصحه يا رب ويحفظك. الحمد لله. بروح السوائل كلها. يعني بروح شبرا مصر، بروح القناطر، بروح شطنوف، بروح اليوب، بطلع من الفجر اطلع انا وعيالي. طب كلمينا كده اكتر عشان برضو الناس اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي. انت ما شاء الله عليكي حاجه سميره، يعني نموذج للستات اللي بيشقوا وبيشتغلوا وبيجروا ورا لقمه عيشهم بشكل حقيقي. يعني فقول لنا كده اكتر حاجه، صعوبات بتواجهها ايه، اكتر التحديات اللي بتواجهها ايه؟ اكتر حاجه اللي شفتها هو التعب، بس في عمالنا قبل الفجر بنطلع في الشتاء قبل الفجر، ده التعب. اما بنقف بقى، بنقعد جنب الباجور نلعب ونشتغل، فبندفى بقى جنب الباجور واكل عيشنا بقى. يعني اللي عايز يلحم حاجه بلاستيك يدور على الست سميره، صح كده؟ طيب البلاستيك بقى علشان يتلحم بتلحمي ايه بقى في البلاستيك؟ بتلحمي ادوات منزليه يعني ولا بتلحمي ايه؟ ثلاجات، قرص الثلاجات داخل اللي هي بتاعت الشيبه دي. ايوه. شفاشق خلاطات، الواحده بدل ما تجيب الشفشق مثلا ب 100 جنيه بتيجي تلحمه ب 10 جنيه. ايوه. طبعا برضه البلاستيكات اترفعت، الطبق بنلحمه ب 10 ب 20. كراسي، سلات، اي حاجه تورد على بالك. جميل. بنلحمها. طيب انا عايز اقول لك بقى تعليقات الناس لما يشوفوكي بيقولوا ايه بقى؟ يعني الناس اللي حواليكي، العيله، الناس اللي ساكنين جنبك لما بيشوفوكي بتشتغلي، وزي ما بتقول لنا كده ما شاء الله بتصحي من الفجريه، واجمل حاجه الصحيان الفجريه، ده الواحد يجري على لقمه عيشه ويسعى الصبح بدري. نجري على لقمه عيشه ناكلها بالحلال. ساعة رزق، ساعة رزق ناكلها بالحلال بدل ما نمد ايدينا. طبعا ساعة رزق ما تتعوضش طبعا. نمد ايدينا لربنا بس نقول له السرعه معانا ويدينا يا رب. يا رب. ساعة رزق. اخر حاجه قول لنا بس، الناس لما بيعلقوا ولا بيتكلموا بتقول لهم ايه؟ لما بيقول لك ليه شغاله الشغلانه الصعبه دي؟ بترد عليهم تقول لهم ايه؟ ايه؟ لما حد يقول لك ليه شغاله الشغلانه الصعبه دي بترد عليهم وتقول لهم ايه؟ بقول
ربنا وبقول لكم ربنا يسعدكم انتوا كمان يا رب، ربنا يسعدكم ويصلح حالكم، بس اعملوا لنا حاجه بقى. عينينا يا ست سميره، اي حد عايز يلحم حاجه بلاستيك يسال على الست سميره عبد النبي محمد من المنوفيه، هي هتلاقي سمعتها سابقاها في كل مكان وبتروح كل المحافظات. صباح الفل عليك يا ست سميره، تسلم ايدك الحلوه وربنا يبارك فيكي وفي ولادك. شكرا ليك يا ست سميره وكل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبي، وانت طيبه، صباحك زي الفل. ربنا يا رب كده يقويكي دايما حاجه سميره، نموذج طبعا مشرف.